خلينا اروح لكابتن بهاء مدير فني الدرجات. يعني لا الاول قبل ما اتكلم في الفنيات اي شيء، ليه توجهت او حطيت خبرتك وحطيت يعني درايتك بهذه اللعبه في اتجاه الولمبيات الخاصه، اصحاب الهمم او يعني زي ما بيقولوا ذوي الاعاقه الذهنيه؟ ايه اللي خلاك؟ البدايه جت منين يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه كانت من حوالي 7 أو 8 سنين. فتره كنت ابتديت بشكل تطوعي مع الاولمبياد الخاص المصري في اكتر من حدث، مش الدرجات بس اللي هو المين سيت الاساسي بتاعنا. ف بس انت في الاصل كنت بتلعب درجات. كان الاصل كنت في مجال الدرجات ودربت درجات. ممتاز، يعني انت كنت على درايه بهذا. طبعا. كويس. او بهذا المجال. من ساعه لما دخلت اسره الاولمبياد الخاص المصري يعني الموضوع اختلف معايا تماما. بمعنى بقيت انا الموضوع ده بقى واخد جزء كبير من تفكيري، من توجهي، من حياتي. ابتديت بدل ما كنت شغال مع الاصحاب بس، بقى شغلي حتى الخاص بره الاولمبياد الخاص بقى فيه الجزء ده. بقيت اوجه نفسي للموضوع ده، وما بقيت في جزء شويه مسؤول عن مكان بقى عندي الاصحاء وفي نفس الوقت ذوي الهمم، زي ما حضرتك ذكرت الجزء البارالمبي وكمان الجزء يعني الخاص، انت شغال مع البارالمبي كمان، والجزء الخاص بتاع يعني الاعاقات الاعاقه البدنيه الذهنيه. والاعاقه الذهنيه اللي انت شغال تمام. معاها. بقى خلاص بقى جزء اساسي من حياتي المهنيه وحياتي ممتاز التطوعيه كمان. ما شاء الله. طيب بدات امتى تتوجه بشكل كامل بقى، وازاي بدات تختار اللعيبه، وازاي النشاط؟ يعني دلوقتي عشان تاخد لعيب بيلعب درجه بتشوفهم فين؟ بتتفرج عليهم ازاي؟ ايه النشاط اللي بتختار بناء عليه لعيبه منتخب مصر؟ الموضوع بدأ من أواخر 2022. كان من بعد ما ربنا أكرمني بشرف وثقة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة دكتور باسم وكابتن عمرو محي، إن أنا توليت مسؤولية ملف الدرجات. ممتاز. ابتدينا إن احنا نظمنا بطولة الجمهورية اللي احنا من خلالها ابتدينا نختار نشوف العناصر الموجودة. اللي بيشارك في بطولة الجمهورية مين؟ يعني هل أندية ولا أشخاص خارجيين؟ يعني الهيئات المشاركة في الأولمبياد الخاص المصري. زي إيه مثلا؟ الهيئات المشاركة يعني إديني أسامي. أنا بقول ليه الأسامي؟ عشان السادة المشاهدين بيتفرجوا علينا، لو لقى هيئة قريبة منه صح وعنده بطل يتوجه من هؤلاء الابطال عنده في البيت يتوجه ليه على طول. قول لي اسامي الهيئه. مثلا نادي، في نادي النصر الرياضي، ونادي وادي دجله، ممتاز، في نادي بيجاسوس دريم لاند، نادي الهرم الرياضي، في هيئات كتير جدا. والافضل ان احنا اللي حابب يتوجه للاولمبياد الخاص المصري وهو هيوجهه فين؟ مقر الاولمبياد الخاص في جزيره العرب. برضو دكتور باسم هيقول 35 شارع جزيره العرب في المهندسين. لو عايز يسال على اي حاجه، هل في هوت لاين؟ هل في رقم؟ في يا فندم صفحتنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر، يبعت لنا عليها. وفي المقر بتاعنا 35 جزيره العرب في المهندسين، يتوجه ليه واحنا تحت امره في اي توجهه يروح فين ويتعامل طبعا مع مين؟ نقدر نساعده كمان. طيب الهيئات بتشارك وبتوفر الدرجات لاولادنا، بتوفر الكلام ده، وهي اللي بتصرف. بنخش بطوله الجمهوريه، بتتفرج عليهم، بتبتدي تختار. كان كام لاعب مشارك مثلا بطوله الجمهوريه؟ بطوله الجمهوريه كنا ما يقارب يعني قربنا من 100 وحاجه لاعب. الحمد لله 100 وحاجه لاعب مشاركين. مشاركين. طيب في بطوله الجمهوريه. سؤالي هنا برضو مهم، فضل. هل كل اللعيبه بنفس الاعاقه الذهنيه، ولا ال100 بيشاركوا في نفس الايفنت، ولا متقسمين؟ متقسمين حسب تصنيفات التقسيمات الخاصه بالاولمبياد الخاص المصري. مين اللي بيصنف؟ اللجنه المنظمه المسؤوله عن البطوله. طيب المكلفه من الاولمبياد الخاص المصري. اللجنه المنظمه دي ايه المعايير اللي بيها بتقدر تتست او تختبر ان اللاعب ده ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3؟ ايه المعايير؟ اديني معايير بسيطه. انا بقول بتفاصيل الفنيه دي ليه؟ عشان الساده مش عارفين. احنا الاولمبياد الخاص المصري بيتميز بجزء ان هو بيسمح لجميع المستويات وجميع الفئات تشارك. بيتم عمل تقسيم قبل النهائيات. التقسيم ده بيتم فيه كل اللعيبه بتشارك باي رقم باي تصنيف، وبعد كده بيبقى فيه تقسيم. يعني احنا بنخليهم يلعبوا الاول. تقسيم وبناء على لعبهم اللجنه بتتابع وبتدي تصنف. بتصنف بمستويات متقاربه عشان تدي الفرصه بعداله للجميع ان هو يشارك في تقسيم عادل. العمليه محتاجه افهم دي كويس. هي العمليه بتبقى بدايتها رقم واحد بنصنف وفق الجنس، الولاد مسابقات والبنات مسابقات. ممتاز. الجزء الثاني وفق المراحل السنيه، الدرجات تعتبر من الرياضات الفرديه، بنصنف من 8 ل 11 سنه مع بعض، من 12 ل 15 سنه مع بعض، من 16 ل 21، من 22 ل 29، فوق 30 سنه. تمام. كل دي مراحل عمريه. 30 ممكن يشارك. كل دي مراحل عمريه، كل مرحله لوحدها سواء بنين او سواء بنات. الجزئيه الفنيه اللي كابتن بهاء وضحها دلوقتي اللي هي الجزئيه بتاعه القدره الرياضيه،
لما وضح لحضرتك قال ان احنا عندنا مجموعنا مثلا 110 متسابق في رياضه الدرجات، كل تقسيم بيبدا ده في مرحله سنيه معينه، هنقول مرحله سنيه واحده، مرحله سنيه مثلا فيها 15 متسابق، نزلتهم مع بعض عملوا راوند مثلا، خدت ارقامهم، خدت الارقام بتاعتهم، ببدا اعمل النهارده اشوف القدره الرياضيه بتاعتهم، جاب الراوند في قد ايه تايم، وابدا احسب 15% واكون مجموعه ممتاز حوالين الرقم احسن رقم، وبعدين اخد بعد كده رقم تاني بلس اور ماينس 15% 15% وافضى كم ابدا اكون في مجموعات، بحيث ان اول مجموعه تبقى فيها احسن ارقام، تاني مجموعه تاني افضل ارقام، تالت مجموعه الارقام اللي بتبقى الاقل خالص، بحيث ان المجموعه الاولى هي مجموعه المتميزين يتنافسوا مع بعض، هيبقى في عداله في التوزيع. لو احنا قلنا ان الستارت بتاعهم من النقطه دي وعملنا اشاره الانطلاق، عند وصولهم لخط النهايه هيبقوا متقاربين جدا في وهيبقى فيه هيبقى طب سؤال بقى دكتور، هل ده نفس المنهج والاليه يعني نقول الميكانيزم اللي بيطبق في بطولات العالم بره؟ هو نفس بيعملوا نفس الكلام، بيروحوا نفس الامر، حلو نفس الامر، حلو نفس جداً. الامر حلو جداً. فاحنا بنطبقه من هنا وبنعود اولادنا عليه من هنا، وكمان يعني الحمد لله ربنا اراد لنا الخير ان احنا كمان بنحاول ان احنا نؤهل المدربين اللي في الهيئات المختلفه اللي ذكرها الكابتن بهاء، ان هم يبقوا عارفين النواحي القانونيه اللي احنا بنشتغل بيها، الله ينور عليك، بحيث ان هي بتبقى النتيجه معلنه، كل السباقات بتاعت الاولاد كل المتسابق بالرقم اللي جابه بيشوف الارقام قدام عينيه وبيبدا يحسب ال 15% بتاعت الاولاد جوه المجموعه لغايه ما كون مجموعه. المجموعه بتتميز شرط اساسي من تكوينها ما تقلش عن 3 افراد، لا تقل عن 3 افراد وما تزيدش عن 8 افراد. طب افرض لقيت عدد اكتر من 8، تعمل ايه يا دكتور؟ من 8 افراد احاول ان انا اقسمهم مجموعتين ويصف بقسمهم مجموعتين ليه؟ هقول لحضرتك، لان برضو الاولمبياد الخاص بيكرم المركز الاول بالميداليه الذهبيه، المركز الثاني فضيه، المركز الثالث البرونزيه، ومن المركز الرابع للمركز الثامن بيديله شاره مشاركه، الله زي حافز الله تشجيعي طبعاً ليه طبعاً. ان هو النهارده طلع الرابع، ما تكسرش بخاطره، طلع الرابع، طلع الخامس، طلع السابع، طلع الثامن، هو بطل، هو جاب نتيجه وحقق انجاز، وده حافز ليه ان هو عشان الايفنت القادم يمرن نفسه اكتر ويأهل نفسه اكتر عشان يقدر يعني ان هو يحصل على ميداليه. يعني الاعاقه الذهنيه فهو له مكان، له مكان ويقدر ينافس ويقدر يتواجد وبتضموه وبيتم بالزبط دمجه في البطوله، وبيحس ان هو حتى لو ما وصلش لخط النهايه كانت اعاقته مش هتساعده يوصل حق ان خط النهايه، بس مجرد انه شارك وجه برضه هقول لحضرتك عشان وصول لخط النهايه دي، هو اول حاجه في القانون بتاع اي رياضه في الاولمبياد الخاص، لان الاولمبياد الخاص الدولي ماضي بروتوكول او ماضي اتفاقيه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، تمام، ان هو يستخدم كلمه اولمبيكس، ده رقم واحد. رقم اتنين ان كل المسابقات بتاعته تبقى خاضعه للقوانين بتاعه الاتحادات الدوليه بتاعه الرياضات الاولمبيه اللي بيشتغل عليها، وده اللي بيخلي النهارده في منافسه وفق القانون، بس فيه بعض التعديلات عشان الحالات بتاعه اللاعبين من ذوي الاعاقه الذهنيه تتناسب معه، التعديلات الطفيفه، انما لازم اللاعب يوصل لخط النهائي، لازم اللاعب يوصل بكامل هيئته بالدرجه بتاعته، لو مش هيقدر يوصل يبقى ده خطر انه يشارك. بالظبط كده. عشان كده قلنا في الكابتن بهاء اشار لسيادتك ان في جزء مرحله التقسيم او المرحله التمهيديه، بنشوف مين قادر ان هو يشارك، مين قادر ان هو يكمل السباق، مين من الناحيه المبدئيه قدر ان هو يركب الدراجه بتاعته ويكمل لغايه النهايه، مين اتعطل، مين تعثر. فاللي بيتعطل واللي بيتعثر دوت، والله لو المدرب بتاعه اصر على مشاركته قال ان دي حاجه طارئه، فبيبقى النهارده الامر مختلف شويه، انما لو اللجنه الفنيه تراءى ليها ان اللاعب غير مؤهل، وفي خطوره غير مؤهل طبعا، وفي خطوره عليه ان هو يشترك، يبقى لازم النهارده في الحاله دي ما يشتركش الا لما مشاركته للبطوله بعد ما اتدرب كويس، بالظبط يتمرن ويرجع يشارك تاني، ما عندناش قد مشكله.